صباح الخير. اليوم رح نكون عم نشتغل اكسرسايزز حماسيه، جو حماس مثل ما شايفين. رح ننوع بين كارديو اكسرسايزز واكسرسايزز قوه مع بعض. رح كون عم بلش باول اكسرسايز، رح اشتغل على ايدي على الدولاب بهالطريقه كانه بنش. رح كون عم بعمل اول اكسرسايز كلايمبينج. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. ريح شوي مش كتير، تاخد نفس. تمارين بتفيد المعدة وتفيد كل الجسم، بتحرق لنا كالوريز كتير. رح كون عم اشتغل اكسرسايز تاني، رح اطلع فوت لجوا. رح نعمل جامب، نطلع اب، ننزل، ناخد وقتنا، نعمل لاندنج مزبوط، دايما راسنا عالي. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وآخر مرة عشرة. بريك صغيرة، ناخد نفس، ننتقل كمان لتمرين بلانك. بس هالمرة رح نعمل مع البلانك جاب، نروح لورا بهالطريقة، نظبط وضعية جسمنا. تشست اب، هيب ان، ليتس جو تشاكس. Three, four, five, six, seven, eight, nine, 20. Break. نفس. كمان رح كون عم اشتغل سيزر على العالي. ببلش هيك فيها حمي. انا عم بعمل ريكفري، رح انتقل لعمل جامب. بريح، بريح شوي، برجع بعيدها، ناخذ نفس. مثل ما شفتوا عم نعمل تمارين فيها بس جامبينج، تمارين فيها جامبينج فيها قوة أكثر. كمان مرة، دايما بحضر حالي للتمرين توتالي فوكست. هيد أب، تشست أب، اند جو. ريلاكس، نفس. يكون عم بخدم انا وياكم باخر اكسرسايز قوي. رح كون عم اشتغل بلانك بس اليفيتد، يعني كون عم اشتغل 20 ثانية in the middle. Turn it to the side. 20 ثانية. And back to the center. كمان رح نكون عم نروح على الجهة الثانية. 20 seconds. Back to the center. ريح، خلصت. أكيد الجو كان حلو. كل شيء بحمسكم بالسبور جربوا اعملوه لتكونوا مبسوطين عن جد بهالوقت.
اللي عم تقضوه مش عم تتعذبوا بس انتوا عم تنبسطوا وعم تخلقوا اجواء حلوه وحماسيه. انا بتمنى لكم مثل العاده نهار كثير حلو. ما تنسوا انه هيدا التمارين اللي عملناها بدنا نعيدها جولتين او ثلاثه لنستفيد اكثر، مش بس خمس دقائق يعني ربع ساعه على الاقل. شوفكم اكيد تمارين جديده، انطروني.